أعطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. قرقيعان قرنقعو وقرقيعانة والناصفة أسماء كثيرة، لكن الفرحة واحدة عند الكبار وعند الصغار. نتكلم عن منتصف شهر رمضان المبارك، هذه الفرحة الكبيرة اللي نفرح فيها لأننا تممنا أول 15 يوم من الصيام. حياكم الله بحلقة جديدة من على فين، ومين أغلى ومين أعز؟ نكون في الكويت. الله، هنا الأصل، هنا أصل قرقيعان. بكشة قرقيعان عادة تكون مليانة بالمكسرات وبهذه الأطايب، الحلويات الصغيرة البسيطة الشعبية. ليه يا جماعة؟ لأن أهلنا زمان كانوا يرجعون بهذه الحلويات من شرق آسيا، فكانت السفن لما تيجي محملة في المكسرات وبهذه الحلويات، والأطفال يتهافتون ويتنافسون في تجميعها. طوالت الروايات كل يقول قرقيعان من عندنا، قرقيعان من عندنا، لكن أصل التسمية واحد. قرقيعان هي البكشة أو السلة الكبيرة اللي تحمل أغراض كثيرة، فنسبة على الكرم وعلى الضيافة، وهذا الشيء مميز في بيوتنا الخليجية، فكل ما كبرت السلة أو البكشة صارت قرقيعان. وفي رواية ثانية يقولون قرقعة من الصوت العالي، مو برمضان في المسحرات وفي الطبول، فالعيال في نص رمضان هم الهيصة وهم أصل هذا الصوت ويمشون مع الطبول. سلم ولدهم يا الله، خلي ولدهم يا الله. أحلى الفرحة أنها تكون بسيطة، كل ما تكلفت وكل ما تعنيت وكل ما طلعت عن سياق الفرحة اللي نوجد علشانها قرقيعان. الأطفال عادة يلبسون الملابس الشعبية، الأولاد الدشداشة والسديري، البنات البخنق عندنا والفساتين المطرزة، يشلون أكياس بسيطة جدا من القش على خصرهم عشان يجمعون فيها أكبر كمية من الحلويات. وطبعا الإكسسوارات اللي هي تعبير عن الذهب، ولكن برضو الإكسسوارات هذه اللي كانت تجينا من الهند تحديدا ومن القوافل الخشبية. الله، وصرت جاهزة ومستعدة لقرقيعان. إذا كنتوا في الكويت دوروا لكم على أحد كذا حليل، صديق وفي، تعيشون معاه أجواء القرقيعان، لأن القرقيعان حالاته لمة الأهل ولمة الأحباب، وهم اللي يدرون بالحواري وبالأماكن وبالأجواء الحلوة. حنا اليوم في ضيافة الفنانة اللطيفة الأمورة الكتكوتة اللي ترند في رمضان، فوز الشطي. قرقيعان وقرقيعان، يا هلا يا هلا يا هلا. اهلا اهلا حبيبتي. وين قرقيعاني؟ موجود. يا قرقيعان مبارك عليك ما تبقى من الشهر يا حبيبتي، وعليكم ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله يا رب بخير وسعاده وعامر. امين اجمعين. في احلى الايام يا حبيبتي. انت حياكم الله. تسلمين يا قلبي. نورتونا وشرفتونا يا حبيبتي، واستمتعت بحضوركم، وان شاء الله تشوفون اجواء القرقيعان وياي. ان شاء الله راح نعيشها مع بعض اليوم، ولكن هذه فرصه. انا عندي كذا دردشه بسيطه مع فوز، ولازم نستغل الوقت على بال ما يجهزون الاطفال بلبس قرقيعان. قرقيعان بين امس واليوم، وش ذكرياتك فيه؟ ذكرياتي بالقرقيعان انا لحقت عليه، اللي هو القرقيعان التيبيكال المعروف التراديشنال، اللي هو كنا ناخذ اكياس القرقيعان، هاي فصلون لنا اياهم تفصل، ونروح نلف بالبيوت انا ورفيجاتي وعيال يراننا، واللي يصيروا لنا نروح نقرقع بالفريج والفرجان، حتى اليمنى مو بس الفريج، هذا يعني القطعه كامله نقرقع فيها. كم مره صحتي لان اختك او بنت الجيران حصلت حلاوة اكثر منك، او حلاوة انت تشتهينه؟ ما صارت، لان دائما انا الاكثر. تصريح قوي، دائما مسيطره. شخصيا مسيطره. انا واخذتهم، انا الليدر، انا اللي اطق الباب، وانا اللي فانا احصل اكثر.
اصلا من اول ما قالت ان تفضي البكشه وترجع تعبيها مره ثانيه دريت انه انا قدام واحده محنكه. اي طبعا لها اصول السالفه. اي ما ادري عاد من قاعد تقول بقى يمكن اطفال. ايش رايك نجرب نشوف؟ يلا. ايوه والله خلوهم يغنون فوز. طبعا طبعا اللي ما يغني ما راح يحصل. يا هلا يا هلا يا هلا. اي يلا يلا جو 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 يلا هلا هلا 1 2 3. عاشوا كريمة عليكم سلم ولدهم يا الله سلم ولدهم يا الله يلا وين وين يعني وين وين تعالي عطونا الله يعطيكم بيت مكي وديكم عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام يخلي الزين الله يخلها لهمها عسى البقعة مسخمها ولا توازي علمها خلاص خلاص خلصوا خلصوا ما في يلا وين تشيسك؟ ما عندك تشيس؟ الحين اجيب لك تشيس. ايش اسمك؟ الحين اجيب لك تشيس. عمر والنعم سلم ولدهم يلا يا بتشيس يا بتشيس يا رب تخلي عمر يلا ها اعطي عمر بوس بوسه يلا بوس بوسه 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 الناس كلها لاهية في وسط الإزعاج واللويا والحلويات وأنا أخذت ألد حلا موجود عندهم داخل في القاعة صقوري صقوري يا ما شاء الله ما شاء الله باي باي تفضلي أحلام هذا قرقعاننا طبعا إحنا نتجمع في البيوت وكل واحد يجيب قرقعانه وتصير حفلة كذي حفلة القرقيعان يا زينهم يا زين الزين بينهم ان شاء الله الله يحفظها الله 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 يسلمك الله يسلمك ان شاء الله بالخير امين الله يحفظ لك بنياتك والاهالي اللي حاضرين كلهم نقول قرقيعان وقرقيعان ومن احتفالية جديدة ومن أفراح جديدة كونوا بخير.